لقيت اتصالا هاتفيا غريبا جدا يفيد بأن هناك نسرا عالقا في الشجرة. نستجيب في مركز ألاسكا للجوارح لمئات الاتصالات الهاتفية في السنة الواحدة، لكن لم تمر علي حالة كهذه. هل هو حي؟ لا أعتقد أنه على قيد الحياة، أظن أنه ميت، كأن جناحه مكسور. هناك دماء على ذيله. ألاسكا مكان رائع للنسر الأصلع. من الممكن رؤية واحد أو اثنين من النسور الصلع في الولايات كلها، لكننا نراها في كل مكان في ألاسكا. نحن هنا للمساعدة. نحو النسر. أتراه يبدي أي حركة؟ قربني إن كان لديك امتداد كاف. حسناً، فلنجرب ذلك. إنه حي، إنه حي، إنه حي. يا للهول، مذهل. هي طبيبة البيطرية في مركز ألاسكا للجوارح. بدأت العمل عام 93 كم عدد؟ بهذا القدر يمكنك أن ترى الدماء والريش على طول الغصن. أنا عضو في قسم الإطفاء، ولابد أنه السبب الوحيد لسماحهم لي بفعل هذا. بترك طائر معلق في على عقب، لأنها أسلم طريقة لي وللنسر. فعلت ذلك كثيرا، لكن ليس من أعلى سلم طويل. ما اسمك؟ أصلاً أنا فيكتور. وبعد إذن أمشي فقط. إنني سأشعر بالغرابة، أنت محق. ادفع ركبتيك إلى الأمام. فهمت. حسنا، منك أن تكون بجانبها تماما. مستعد؟ أجل، أنا جاهز. جيد. أصلا انتبه للأغصان وأنت ترفعها. فهمت. إلى الأمام. لم أتخيل يوما أنني سأصعد على سلم شاحنة إطفاء لإنقاذ ناصر. لم يخطر ذلك في بالي يوما. حسناً توقف، أرى أن ذلك لن يكون سهلاً. حسناً أوستن، سأمسك الناصر، ستحدث ضجة كبيرة ومن الممكن أن أسقط. ما يريد الناس رؤيته حقاً عندما يأتون إلى ألاسكا هو الحيوانات الكبيرة. لدينا كل ما يخطر ببالكم من أنواع الحياة البرية المحلية. سترون الدببة وذئاب القيود والثعالب والموظ وغزلان السيتكا، وجميعها تأتي إلينا يتيمة أو مصابة. كثيراً ما يخلط الزوار بين ثيران الماسك وثيران البايسن، لكنها من فصيلة مختلفة، فهي تعيش فوق الدائرة القطبية الشمالية. تلقينا اتصالاً هاتفياً يفيد بوجود صغير ثوري ماسك يتيم عند الجرف، ونحن نستعد لجلبه. سينقل من أقصى منطقة في شمال ألاسكا عند نهاية زاوية الولاية. سيكون يوماً طويلاً بالنسبة إليه، فهو في داخل صندوق وسينقل عبر رحلات جوية متعددة. مر هذا الصغير بالكثير خلال 24 سنة.